أهلا وسهلا بكم أعزائي المشاهدين إلى حلقة جديدة من برنامجكم فوتو كلوب. في هذه الحلقة نبقى مع الأندية العربية، ولكننا نتجه إلى القارة الأفريقية وإلى أشهر أنديتها والمتربع على عرشها ومحطم أرقامها القياسية. إذا دعونا أعزائي نشاهد صورة نادي القرن في القارة السمراء. من أم الدنيا ومن أرض الحضارة الفرعونية أقدم الحضارات على وجه المعمورة، وتحديدا من عاصمتها القاهرة كبرى المدن الأفريقية، اخترنا أعتق الأندية هناك وأكثرها جماهيرية على امتداد السنين والأعوام والعقود. النادي الأهلي الذي يعتبر أكبر الأندية المصرية العربية الأفريقية شهرة وأكثرها إحرازا للبطولات القارية، مما وضعه على قمة أندية العالم وأكثرها شعبية في الوطن العربي. وهو النادي الوحيد في العالم الذي تأهل إلى كأس العالم لأندية كرة القدم 5 مرات، كما أنه اختير كأفضل نادي أفريقي في القرن 20، وذلك طبقا لقرار الاتحاد الأفريقي عام 2000. كما يعد أول نادي رياضي مصري للمصريين فقط، تيمما باسمه سميت عدة أندية في المنطقة باسم الأهلي مثل أهلي صنعاء وأهلي بنغازي الليبي وأهلي جدة السعودي وغيرها من الأندية. كما يعتبر الأهلي أكثر من حصل على درع الدوري المصري لكرة القدم، والتي كان آخرها درع عام 2014، وأيضا أكثرها حصولا على بطولة كأس مصر، يطلق عليه مشجعوه عددا من الألقاب منها نادي الوطنية والمارد الأحمر. تأسس النادي عام 1907 وليدة فكرة عمر لطفي بيك رئيس نادي طلبة المدارس العليا آنذاك، بعد رؤيته إلى حاجة هؤلاء الطلبة إلى نادي رياضي يجمعهم لتمضية وقت الفراغ وممارسة الرياضة، مما سمي بالنادي الأهلي لأنه نشأ لخدمة أولئك الطلبة الدعامة الأساسية للثورة ضد الاحتلال ولما تحتويه كلمة الأهلي من صفة الوطنية. في نفس عام التأسيس وضمن الاجتماع الأول للجنة الإدارية العليا للأهلي، اختير الإنجليزي ميشيل إنس كأول رئيس للنادي، ذلك للاستفادة من نفوذه لتسهيل عملية الحصول على الأرض المناسبة لبناء النادي من قبل الحكومة، وهو ما تحقق في 19 من يونيو لنفس العام، حيث تسلم الجيل الأول من أبناء النادي الأهلي الأرض، وذلك مصلحة أملاك الدولة لتكون هي اللبنة الأولى التي رسمت عليها خريطة النادي الأهلي. ولم تمر سوى بضعة أشهر أخرى حتى تم الإقرار بافتتاح النادي رسمياً مع مطلع العام 9 من القرن الماضي في حفل كبير
كان في 26 من فبراير في المبنى الرئيسي للأهلي. بعدها استمرت مراحل تطور النادي سواء بإدخال الكهرباء وبناء صالة راتب، حتى وصل إلى استقلاليته الفعلية ليخطو خطوة جديدة بدأها بإقرار الجمعية العمومية عام 24 طرد الأجانب من عضوية النادي وقصرها على المصريين فقط. هذا قبل أن يصبح النادي تحت رعاية الملك فؤاد عام 29، ولكن تكرر هذا أيضا للأهلي بعد استقلال مصر، حيث أعلن جمال عبد الناصر قبولها الرئاسة الشرفية للنادي في 17 من يناير عام 56. فيما توقف النشاط الرياضي عام 1967 بنادي الوطنية لبدء تدريب أعضائه عسكريا قبل أن يعود بعدها بعام فقط. تم أيضاً افتتاح المقر الرئيسي الجديد لمجلس الإدارة ليأتي الاستقرار الحقيقي للمارد الأحمر الذي انطلق قارياً مع مطلع العام 76 الذي شارك فيه للمرة الأولى ببطولة أفريقيا لأبطال الدوري، ولتكون هذه القطرة الأولى في غيث المشاركات والبطولات والإنجازات القارية والعربية لما تبقى من عقود والتي ما زالت ولم تنقطع إلى يومنا هذا. هكذا كانت نشأة النادي ومراحل تطوراته وسبب كل إنجازاته التي لم تقتصر على مرحلة معينة أو فترة بعينها، بل امتدت على امتداد عمره وتاريخه. وهنا نذهب بكم إلى ملخص عن هذه الإنجازات وأهمها. المارد الأحمر يعد مع قلة من أندية العالم إن لم يكن الوحيد الذي لم يغب عن التتويج بالدوري المحلي لأكثر من 5 أعوام متتالية، وخزائنه تجمع 127 بطولة كروية منها 37 درعا للدوري و 35 لقبا لكأس مصر، وأكذا 8 ألقاب لدوري أبطال أفريقيا توزعت بين 2 بمسماه القديمة و6 ألقاب بمسماه الجديد كان آخرها عام 2013. وبخلاف ذلك فقد حصل الأهلي أيضا على الكثير من البطولات ككأس السوبر الأفريقي، السوبر المصري، والبطولة العربية لأبطال الدوري وأبطال الكؤوس وغيرها الكثير من الألقاب. أما حقبة الأهلي بطل الدوري بدأت عام 1948 بتحقيقه 9 بطولات على التوالي، ما كانت الثمانينات حقبة المارد الأحمر الأفريقي فوزه ب6 بطولات أفريقية، ما يعد الأهلي أكثر أندية العالم تتويجا بالبطولات القارية بحصيلة 19 بطولة، متفوقا بذلك على ميلان الإيطالي بلقب واحد. ومع ناد يملك كل تلك الأرقام والإنجازات فلا يسعنا إلا أن ننجذب إلى مهارة لاعبين كانوا أعمدة يرتكز عليها الفريق على مر التاريخ، ومنهم حسين حجازي أول نجم في تاريخ الكرة المصرية وكان ضمن تشكيلة أول فريق للنادي الأهلي قبل أن يسافر إلى إنجلترا لاستكمال تعليمه وينضم إلى فريق فولهام ومنتخب إنجلترا، وعقب عودته انضم لتشكيل أول منتخب مصري وشارك في الدورة الأولمبية ببلجيكا وكان قائد الفريق وحصد شهرة العالمية. محمود مختار نجم الأهلي الشهير في العشرينيات انضم للفريق الأول عام 1922 وكان قائدا للمنتخب المصري وشارك في 3 دورات أولمبية، اعتزل الكرة وهو في أوج مجده وتم إطلاق اسمه على ملعب الأهلي بالجزيرة.
وكذا عبد الكريم صقر ساحر الكرة المصرية وأكثر لاعبيها مهارة ورشاقة في التاريخ، وكان أصغر لاعب شارك في دورة برلين الأولمبية عام 36، واحترف بنادي هيرتفيلد الإنجليزي ثم عاد للأهلي حتى اعتزاله. وهناك أيضا رفعت الفرنجيلي أفضل مدافع في دورة روما الأولمبية، وحصل مع الأهلي على عدد كبير من البطولات، ولعب مع المنتخب المصري 3 دورات أولمبية. كذلك عاد الهيكل الحارس الطائر، وأحد أبرز من دافع على الشباك الحمراء وتألق مع الفريق، خاصة في مباراة بنفيكا البرتغالية عام 62 والتي فاز فيها الأهلي. ولا ننسى أيضا صالح سليم الذي يعد الاسم الأبرز في تاريخ الأهلي، احترف في جراتس النمساوي ثم عاد للأهلي ولعب بين صفوفه حتى اعتزاله. ecco il mio amico come si chiama صالح سليم che bella azione ha fatto bravo كذلك من الأسماء التي رفعت نادي الأهلي محمود الخطيب أكثر اللاعبين شعبية في تاريخ الكرة المصرية، واللاعب المصري الوحيد الحاصل على الكرة الذهبية لأحسن لاعب كرة قدم في أفريقيا الذي كان عام 1983، وأمضى مع الأحمر 16 عاما. أما وليد صلاح الدين فقد لقبه الجماهير بأمير الموهوبين بما يقدمه من فن ولمسات ساحرة وأداء راق، منذ أن قدمه الخطيب للجماهيرية في مباراة اعتزاله كخليفة له وحقق مع الأهلي 20 بطولة. أما الملك المتوج على عرش القلوب الحمراء بمهارته وخلقه